بسم الله القوي المهين، بسم الله القوي المهيمن العزيز الجبار المتكبر شديد العقاب ذي الطول. تحل اليوم بذكرى الثالثة لمذبحة القرن في رابعة والنهضة بكل ما تحمل من ألم لفراق أهلها لنا بهذه الطريقة البشعة التي تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين جبين الإنسانية. تحل هذه الذكرى لهذه الجريمة المروعة ونحن أكثر إيماناً بموقفنا وأكثر ثباتاً عليه بفضل الله. ثرنا ضد الظلم والخيانة والاستعباد والتبعية للغير، وسنظل ثائرين حتى نحقق ما ثار شهداؤنا لأجله إن شاء الله. ليس لدينا خيارات أخرى غير الصمود في وجه الانقلاب، فالانقلاب يمثل الباطل ويمثل الظلم ويمثل الشر والخنوع للعدو والعمالة له، كلها صور شائنة لا يمكن لصاحب ضمير حي أن يقبل بها أو يتعايش معها، بل هو مأمور بمقاومتها حتى لو دفع حياته ثمنا لذلك، إيمانا منه بأن المعركة لن تنتهي بموته، بل سيأتي من سيستكملها حتى النصر، مستلهما سير الصامدين الذين سبقوه وثباتهم وتضحياتهم. نحن نتعبد إلى الله بهذا الصمود ونسأل الله أن يقبضنا صامدين غير مبدلين ولا مفرطين في دماء شهدائنا الذين بذلوا أرواحهم بكل رضا في سبيل الله لتحرير الإنسان في أنحاء الأرض. التاريخ يشهد في كل مكان على استبداد العسكر وظلمهم وانسلاخهم من آدميتهم في التعامل مع شعوبهم، وشهدنا جميعا ما حدث في تركيا يوم 15 يوليو حيث قصف العسكر البرلمان بالطائرات وأماكن سيادية أخرى وداسوا بمدرعاتهم على شعبهم وارتقى منهم أكثر من 250 شهيد. إن العسكر اعتاد على أمرين لا ثالث لهم، إصدار الأوامر وإطاعة الأوامر، لذا تتحول أي بلد تحت حكمهم إلى معسكر. لم يحكم العسكر بلدا إلا سحقوا أهلها واستعبدوهم وأشاعوا فيهم القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري. وها هي مصر نموذجا للحكم العسكري البغيض، ففيها وقعت مجزرة القرن في رابعة والنهضة التي ارتقى فيها ما لا يقل عن 5000 شهيد كانوا معتصمين سلميين للتنديد بالانقلاب والمطالبة باحترام إرادة الشعب. ونتائج الانتخابات، وفيها اليوم أكثر من 100,000 أسير في سجون العسكر يعيشون في ظروف غير آدمية، ممنوعين من الزيارة وإن حدثت فلدقائق معدودة ومن خلف الزجاج، محرومين من الأدوية والملابس والطعام من بيوتهم، ويعاني أهلهم الويلات وفي الأخير يحرموا من الزيارة. الطعام داخل السجون سيء للغاية إن وجد، وكل يوم يرتقي شهيد بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وهناك عشرات حالات الاغتصاب وهتك العرض لبناتنا الثائرات، وأيضا هناك مصادرة الأموال والشركات والمنع من السفر، وفوق ذلك بيع مصر لأعدائها بأبخس الأثمان لشراء شرعية زائفة. سنظل نقاومهم مع الأحرار من شعبنا حتى نسقطهم بإذن الله. القصاص حق ولن نفرط فيه ما حيينا ولا نملك التفريط فيه، لأنه حق شهدائنا الذين أزهقت أرواحهم بأيدي هؤلاء القتلة الخونة، ولأنه هؤلاء المجرمون ليكونوا عبرة لغيرهم، فلا يفكر أحد في إراقة الدماء وإزهاق الأرواح بغير حق. الدم ليس ماء تشربه الأرض فيختفي. بالطبع أهل رابعة والنهضة ومن قبلهم ومن بعدهم الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين ما أرادوا لمصر إلا الخير، وما كانت تضحياتهم إلا لصون الوطن ومقدراته من التبديد والضياع وصون المواطن وكرامته واحترام إرادته. هؤلاء لهم في أعناقنا حقوق لن يحصلوا عليها إلا بصمودنا، فلنكن أوفياء لهم مهما كلفنا ذلك. من قلب العسكر على الرئيس البطل الصامد محمد مرسي إلا لتخريب مصر لصالح الكيان الصهيوني ومراهق الخليج الذين يعيشون وهم الزعامة لمجرد أنهم استحوذوا على بضع مليارات من الدولارات لم يكن لهم في الحصول عليها أي فضل.
أو جهد أو عرق، فهي منحة من الله لهم لم يصونوها بل استعملوها في كل ما يغضب الله، وستكون عليهم حسرة إن شاء الله. مصر تعيش حالة من تخريب مخيف على أيدي العسكر لم تعرفها في تاريخها من قبل، وكثير من الشعب الآن بات يدرك هذه الحقيقة، وعلى الجميع أن يحول هذا الإدراك لثورة عارمة تقتلع هؤلاء الفسدة ونظامهم الفاسد من الجذور، لنبني دولة القانون وحقوق الإنسان، وننهض بوطننا وأمتنا، ونحقق مراد الله من وجودنا على هذه الأرض تجاه الإنسانية كلها. رحم الله شهداءنا وشفى جرحانا وفك أسر أسرانا وأعاد مفقودينا وأعز ديننا وشفى صدورنا وحفظ أمتنا ووطننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامي يا مصر.